الاخبار ديريكتومون اللي باش نحكيوا عليها دارت على مواقع التواصل الاجتماعي. هي فيديو الحقيقه ورات اللي راه هو عركه ومن بعد الناس قالوا اللي هو عرس. الحقيقه المشكله في الفيديو هذا هو لو تيتراج العنوان نتاع الفيديو اللي تقال انه فما عروس كان باش يخوه وحده عاد السيده هذه بطلت العرس نتاعها في اخر وقت وخذيت واحد عنده راق في ايطاليا عاد هو جاب عرشه وعائلته الدنيا وفسد العرس. الحقيقة مش هذية هو اللي صار بالكل، نراو في أمور متشنجة صحيح، عرس شعبي صار فيه شوية مشاكل، كراسي طايرة في الهواء، خلينا نقولوا الناس شنو قاعد يصير ومش فاهمين شنو اللي صاير. هل بالحق هو سيد حبي يفسد على الاكس نتاعو العرس نتاعها والا لا؟ الحقيقه مش هذا اللي صار في العرس اللي اثار برشا برشا حديث في سيدي عمر بوحجله في ولايه القيروان. احنا عنا اللي صور هذا الكل هو اللي باش يعطينا الشهاده نتاعو، عنده استوديو نتاع مصور هو الحقيقه سي حما الناصر اللي كان موجود سيغ بلاس، وسي حما هو اللي باش يعطينا اكثر تفاصيل على الواقع هذا وحقيقه اللي صار. سي حما معنا بالتليفون جعفر. سيد حما صباح النور. صباح الخير سي جعفر القاسمي، مرحبا بك. باللقب نور. سي حما الناصر مرحبا بك. مرحبا بك سي جعفر. لاباس سي حما؟ لاباس اخويا، نشكرك برشا على المداخله. عايشك، انت باش تعمل مداخله. يا حما يا غالي. ربي يفضلك سي جعفر، راك محبوب عند الجلاس والقراوه. ربي يبارك لك. هذه حاجه اكيد، نحب ناكد جوست اللي سي حما طلب الاذن من مولى العرس باش يحكي على العرس، لان احنا مانيش باش نحكيو من غير ما خدينا الاذن من اصحاب الشعب. طبعا ما غير ما ندخلوا في الخصوصيات. حما شنو اللي صار خويا؟ اللي صار شوف يا سي جعفر، انا ساذنت بالعريس وهذا حق وعباد تكذب عليه. بالنسبه اللي صار، شاف فنان ستار في تونس، ستار في جزائري يعيش لبرا، جابوا ب 8000 اورو. الفنان هذا اول مره يدخل تونس. نعم. واللي ماخذها اللي يحكم الدوله الحديث وهي على مرته وجاجه، اللي ماخذها راهي بنت عمه الحيد في الحيد وهي. وهذا اللي عمل مشكله كبيره من بعد كي دارت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. المشكله على الفنان، المشكله على الفنان كي هبط يغني الفنان. نعم. معناتها معناتها سي حما كي هبط يغني الفنان الجمهور تشنج شويه مع الفنان، علاش الكريسي طايره وذاك الكل معناها؟ الكريسي طايره خاطر ناس ما شاربه اولاد صغار شاربين، الفنان اول مره يروح خاطر الفنان هذا اول مره يجي تونس. تخمروا تقول انت مع ال شوف وقت كنت حتى في مهرجان وفيه الحمايه وفيه الامن راه يصير فيه مشكله خاطر الفنان هذا عنده نومبر دي في واول مره يدخل. بربي شكون الفنان هذا سمعت؟ سلكين. شاب لطفي الزيري هذا. لطفي الزيري. لطفي الزيري. اول مره يدخل تونس. شاب لطفي. نعم. معناتها الروايه الحقيقيه انه مجموعه من الشباب فهمتني ولا شاربي فهمتني اتخمروا في العرس فهمتني، فصارت عركه مناوشات كما تقول بين زوز ومن بعد بين ثلاثه بعد ولات بين زوز مجموعات هكا. اي هكاك اللي صار سي جعفر، وكل الاقاويل اللي تقالت حول العرس كلها يعني باطله باطله وكذب في كذب. يعني ما فهمتش هو سي حما يحبوا يتصوروا معاه الفنان هذايا تولدت عركه كيفاش بالضبط معناها؟ هو الفنان أيوة. السين تعبت، السين تعبت. دونك الناس الكل تحب تدخل تحب تكون موجوده تطلع معاه. في الباج نتاعي اوفيسيال موجود اللايف نتاعو الفنان كي دخلت عبد كوكشت كوكشت عليه العباد ياسر والولاد صغار والولاد شاربين يحبوا يعملوا معاه. وانا سمعت سي حما اللي حتى اللي مش مستدعي للعرس جاء، حتى اللي معناتها الناس اللي مش مستدعين للعرس الناس كلها جات معناتها. بطبيعه جاتوا من كل بلاصه خاطر الفنان صار وهبطوا انا لافيش نتاعو على الباج جاتوا من المعتمديات نتاع ولايه القيروان. واضح واضح. حما ان شاء الله ربي يهني العريس والعروسه، هذيك اهم حاجه ان شاء الله ربي يهنيهم ويبعد عليهم الاقاويل الزايده. قلبي على نتاع كيرالا وزم الافراح مسكين. ان شاء الله ربي يعوضه خير، ان شاء الله ربي يعوضه خير بين ظفرين. راهو الحقيقه باش الواحد ما يكبرش راهو تصير في العروسات، صارت في عروسات برشا. ان شاء الله ربي يبعد علينا النبزه في البوق كما قلت.